في الواقع الأفلام التي شاهدتها فتحت عيني إلى العالم العربي. حسيت بأنني أخذت جولة في العالم العربي، حسيت بأنني تعرفت على العالم العربي من المحيط إلى الخليج، من فنانين سعوديين إلى هواة رياضة وهواة كرة قدم من الجزائر، وطبعا القضية الفلسطينية مهمة، ولكن مستوى الأفلام كان عالٍ. الاختلاف في المواد من الناحية من الناحية المادية، من ناحية المادة التي تم تقديمها، لم تكن الأفلام كلها ذكورية ولكن كان بها إناث، لم تكن جميع الأفلام عن قضايا سياسية ولكن كانت قضايا اجتماعية، مستواها كان عالي. لازلنا بحاجة إلى أن نرتقي أكثر بأفلامنا الوثائقية في العالم العربي، ولكن في ظني أنا أن هذا مهرجان البي بي سي هو قمة الهرم في هذا المجال.